ابو معاذ العدواني على الهاشتاج، انا عجبني سؤاله، شوف هذا اللي قلبه على الهلال عنده نهائي ها ويحب المنتخب ويبي يصير مع المنتخب في نفس الوقت خايف على لعيبته. شوف شو يقول ابو بدر المتابع للمنتخب الفيتنامي في مباراته الاخيره مع اليابان، يلاحظ قوه الالتحامات والخشونه الزايده منهم، نتمنى ان ينتبه المدرب واللعيبه، واللعيبه اللي ببالي بالك يا ابو معاذ فاهمك انا حاسس فيك، نسال الله ان يحمي نجومنا اللي ببالي بالك ها ويبعد عنهم الاصابات. طيب مصاب ضد فيتنام كابتن سلطان الله يستر. لا تفكير اللاعب في الاصابه حيقلل من اداءه وحضوره، ولازم انا بصير مكان ابو معاذ، ورانا نهايه ابو معاذ، انتم حبيع عندكم 13 نقطه اموركم طيبه. اللاعب استشعار اللاعب وشخصيه اللاعب اللي في المنتخب بالتاكيد كل مباراه ياخذها على حده، صحيح هي محطات مهمه ولكن اساسا مباراه المنتخب اهم، وكل مباراه في مسيره اللاعب مهمه، والاهم انه يدخل في التفكير انه هذه المباراه لابد ان يخرج منها منتصر ويخرج منها باكثر اداء، لا تكون في مخاوف من اصابه، لا تكون في مخاوف من تقليل الجهد، فانت تعطي كامل الجهد للاستمراريه وللثبات والاحترافيه اللي انت تعيشها، لانه من المستحيل تلعب مباراه وانت خايف من اصابه، فما حتعطي اي اداء، وبالعكس حتكون يعني الاصابه اثرها عليك او تقديرها عليك اكبر من انه لو لعبت بشكل عادي.